امرأة اعتكفت في الحرم ليلة واحدة وقد أذن لها الزوج بذلك، وجاءت من مكة وتتمنى الاعتكاف في الحرم، هل تؤثم؟ إذا كان زوجها أذن لها بذلك ولا يترتب على اعتكافها في الحرم أضرار أو ترك واجب من واجباتها فلا بأس بذلك، تعتكف ولكن تتستر وتحتجب وتبتعد عن الاختلاط بالرجال. نعم.